بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى نكمل معاكم اللي بدأناه امبارح، ونتكلم ان شاء الله عن التريتمنت اوف اكني فالجارس. امبارح اتكلمنا عن الانتي بايوتكس، النهارده نتكلم عن حاجه مهمه جدا جدا جدا، الايزوتريتيناين اللي هو بره اسمه الرو اكيوتين بتركيز 10 و20، عندنا في مصر اسمه الايزوتريتيناين، وفي برضه النيت لوك بتركيز 10 و20 و40. هو الساحق الماحق الذي لا يصد ولا يرد، احلى اعظم دواء اتوجد خلال التدريس اللي فات. وانا دايما بقول يا رب يا رب يا رب يطلع لنا علاج زي النيت لوك اللي هو الايزوتريتيناين لعلاج مشاكل الشعر، علاج ساحق محض زي ما بقول، حاجه جميله جدا افكتيف جدا. ولما اتكلم عليه في 5 دقائق بالظبط اقول لك النيت لوك او الايزوتريتيناين ما هو الا فيتامين اي دريفيتيف. عشان كده بقول دايما عايز تدي اي فيتامين ايه وتاخد افكس كويس جدا لازم تاخده مع كوبايه لبن، عشان هو فات سوليبل فيتامين. طيب النت لوك موجود في تركيز 10 و20 و40 الايزوتريتيناين، انديكيشن في المودريت تو سيفير اكني، بستخدمه في الروزيشيا، في اللوبس ملياريس ديسيمينيتد فاشاي اللي هي الاكني اجمناتا. خلي بالك معايا بقى، في الروزيشيا لا ينطبق عليه الدوزز اللي احنا عارفينها بتاعت حب الشباب. في الروزيشيا لو دوزز از ريكومندد، يعني تاخد 10 مللي جرام ريجاردلس الويت بتاع البيشن، 10 مللي جرام كفايه. ليه؟ كل ما زود الجرعه بتاعت ايزوتريتيناين في الروزيشيا بيزيد الدراينس فيقلل الافكاسي ويزود الكومبليكيشن بتاع الديزيز. يبقى دايما في الروزيشيا هناخد 10 مللي جرام ريجاردلس الويت اوف ذا بيشن. طيب تعال نتكلم على حب الشباب، هناخد جرعه قد ايه؟ من نص وزنك لوزنك، يعني من نص الواحد مللي جرام بالكيلوجرام بادي ويت مع كوبايه لبن، ما ننساهاش مع كوبايه لبن. طيب الافكاسي او الافكت بتاعت الدواء هيبدا يظهر بعد قد ايه؟ بعد 14 يوم ان شاء الله هتبدا تشوف اول افكت. الداينس بتاعت اللي هيحصل في الجلد اذا ماست، الكيلايتس وجفاف الشفايف اذا ماست، يبقى لازم ناخد حاجه ليب بالم، لازم ناخد ايموليانت. وبصراحه انا بحب قوي 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 واقول الاسم دواء الفارماسيريس تي اس بي اف 30، ده اعجاز مع الايزوتريتيناين. انا بحبه ليه؟ اولا هو ايموليانت، رقم 2 معاه انتي بايوتيك، رقم 3 معاه سان بلوك اس بي اف 30، في حاجه معجزه مع الايزوتريتيناين لما الكيت مع بعض ان كومباينيشن بيبقى حاجه جميله جدا جدا. تعال نتكلم بقى على الكاملتيف دوز وازاي نحسبها. الكاملتيف دوز خلاص ما بتتحسبش، احنا اتفقنا ان الكاملتيف دوز قبل كده هي 120 مللي جرام كيلو جرام بدي ويت، 120 مللي جرام كيلو جرام لغايه 150، اكتر من 150 ما لهاش لازمه خالص. طيب احنا لما تيجي تحسب الديلي دوز، ديلي دوز بتاعت العيان، هنقول هي عباره عن كاملتيف دوز اللي هي 120 على الدي او فتره الديوريشن بتاعت التريتمنت ان دايز، ديوريشن اوف تريتمنت ان دايز. يبقى نقول تاني الديلي دوز هتبقى ايه يا جماعه؟ تبقى الكاملتيف دوز اللي هي 120 على الديوريشن بتاعت التريتمنت ان دايز. عايز تعالج العين شكله كده هيتعالج في 3 شهور، في 4 شهور، في 5 شهور ان دايز، كده هتعرف الديلي دوز بتاعت العين. الايزوتريتيناين الحاجات الجميلة جدا، بس لو سمحت حاجتين ما تحاولش فيهم في الوايت هيد، الكلوزد كوميدونز ليس الايزوتريتيناين علاج ليها بالمرة، الاستياتوسيستوما مالتيبلكس نادرا ما تجيب معاك نتيجة، يبقى ما تحاولش خالص في الوايت كوميدونز. الوايت كوميدونز ده بنعملها ديروفينج ونطلع الكونتنت بتاعتها، او بنعمل فراكشنال ليزر بتجيب افكت مش بطال ولطيف جدا جدا ان شاء الله، هي مع انها من اصعب 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 حالات الاكني. طيب احنا دلوقتي لما بنتكلم عايز تورنج عيان يقول لك ايه؟ يا دكتور انا خدت كورس قبل كده ورجعت لي تاني. ايوه انت ليك 3 اب تو 4 كورسز في حياتك كلها، ممكن نكرر الايزوتريتيناين كذا كورس وان شاء الله ما تخافش. بالنسبه للسايد افكت بتاعته ما تخافش خالص، اطمن جدا جدا، ما هو الا فيتامين ايه. السايد افكت بتاعته على الليفر، سايد افكت بتاعته تعمل دراين، سايد افكت شويه تعمل كيلايتس، كل الحاجات دي مقدور عليها، مقدور عليها ما تخافش. بمعنى انت قبل العلاج بتعمل، قبل ما تاخد العلاج بتعمل تحليل الليفر فانكشن، بتعمل ليبيد بروفايل،
ونشوف. والله لو الامور تمام ابدا اشتغل، بنعيد التحليل بعد شهر بعد 3 شهور. ده بالنسبه للليفر فانكشن. بالنسبه للليبد، انت اول ما بتبدا العلاج بتحسب بعد شهر، وبعد كده في اخر العلاج خالص. لو الليبد عالي، وعندنا كتير جدا 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 من الناس الليبد بيبقى عالي، ادي معاه اطور يا عم، ما تخافش. اطور 20 مللي جرام، اطور 40 مللي جرام. طب خايف على الليفر فانكشن، ادي معاه اوميجا 3. ما تخافش، ما تخليش اي حاجه تعيق قرارك باخذ علاج رائع وساحق وماحق زي الايزوتريتين. والايزوتريتين واعيد واكرر مع كوبايه لبن، الافكس بتاعه تزيد جدا جدا جدا. طيب تيجي تقول لك بقى ايه نقطتين واخلص. الدبريشن، ما خدوش ابدا ولا دي. العيان كان عنده هيستوري ديبريشن او بياخد انتي ديبريشن دراج، مع ان الاكني في بعض الحالات بيبقى هو سبب الدبريشن، والايزوتريتينوين بيبقى الحل. ده انا اعرف عيانين بقوا ادكت على الايزوتريتين، نفسها تاخد الايزوتريتين. طب ممكن عيانين ياخدوا الايزوتريتينوين؟ ايوه. في يا جماعه ريجيم جديد دلوقتي بيتاخد انترميتنت كورسز. يعني ايه؟ انا بدل ما باخد الكورس على طول، لا، انا ممكن اخد ايه 3 ايام 7 ايام في الشهر، حاجه اسمها انترميتنت كورس اوف ايزوتريتينوين. هو في حالات اللي هو السبيشيس اكتيفيتي عاليه جدا، وعايز اعمل كنترولنج للاكني في العيان، 3 ايام في الشهر 7 ايام في الشهر. في عيانين زي ما بقول لحضرتك ادكت للايزوتريتين. النقطه الاخيره اللي بيخافوا بقى، واللي كنا بنخوفهم، اللي بيخافوا واللي كنا بنخوفهم مع الليزر هير ريموفال مع السوبرفيشال ديبث بيلينج والايزوتريتين. الكلام دلوقتي اتغير خالص. اعمل هير ريموفال وانت بتاخد الايزوتريتينوين، اعمل سوبرفيشال ديبث بيلينج مفيش مشاكل، ايفن الميديوم ديبث بيلينج مفيهوش مشاكل. بس يعني الناس متخوفين منه لسه لغايه دلوقتي عشان مفيش انف ستاديز عليه. فاشتغل وما تخافش. العيان اللي ما تعملوش ابدا اي مانوفر وهو اي ياخد الايزوتريتينوين هو الدايابيتيك بيشن. هو ده الحاجه الوحيده اللي ناخد بالنا منها، انما غير كده جو اون. كل سنة وانتم طيبين. طولت عليكم شويه، استنوني بكره وخمس دقايق بتاعت كل يوم. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ماجد الشيخ.